خاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا خلق من خلقك. اللهم إنا خلق من خلقك. الصباح أنا اللي بروح دوني أنا كتب جلنا قبها كل دوني برشدة وككلي من حافظها ككو بنتا مقالة على هذا يا الوقت طيب برحت كان oo ah mid ka mid ah barxadaha ay caan ka ku tahay degmadani culimoodiinka deegaanka maamulka degmada ardayda dugsi quraanka iyo kuwa kale ee xarumaha waxbarashada odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa barxadkan ku oogay salaad roob doon oo alle lagu weydiisanayay in raxmadiisa ay helaan dadka deegaankan isla markaana alle looga baryayay in kulaylka iyo jiidaalka uu kaga dulqaado deegaanadani qaar ka mid ah culimada ka qayb gashay subaxan ayaa dadku ugu duceeyay إن الله وكذل قاضي كلال كسلمر كان وصير أحمد ديساء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ومن سنن الله الكونية أنه ما ظهرت المعاصي في أمة إلا أذلتها ولا تمكنت من قلوبهم إلا أعمتها ولا فشت في ديارهم إلا أهلكتها ولن تجد لسنة الله تبديلا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والشرك يا عباد الله أعظم. وإن الله ما ابتلاكم بذلك إلا لتقبلوا عليه وتلتجئوا إليه فابتهلوا إليه ضارعين وادعوه وألحوا عليه في الدعاء وقولوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. بلوين كو قدن بيجد ديغاني دقموين كترسن قبل كقل قدود أيا وحا كتاقنا سامعين تعبارها باني كجر الدلكة ديغانا ده هو سيمادة دقمادة عدادو أيا نصدو كلا كدين روابك بوغا هاشم عمر حسن راضي هاي تيفيغ الشبيل له عدادو. شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسامي ساقيم يدميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكار كاكو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرما دا عصوب إيه لباتن إيشان تسنتي وحا لقديقي أفر بقولو إن بي إيه طبان دقيقو أو كو هذا الكاكودها هالك حرما دا بوينت فايف كان لقديقي سيداد بقول إيه كنتون إن بي إيه صوتون دقيقو أو كو هذا الكاكودها xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed. 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.